هاي مابل، شو راح تغني لنا؟ Price Tag لجيسي جي. إيه كيف فرحة هي الغنية؟ It's a fun song، خاصة إنه بال إنه الماني مانا مهمة بالحياة. إيه هي هيك موضوع. هالكذبة هاي كذبة ولا مزبوطة؟ ما بعرف. أنا علي غنية. إيه كيف تغنية فرحة يعني؟ إيه إنه إيه هي فرحة غنية. رغم إنه جابولك زيارة اللي بتحلمي فيها أهلك وأنت وجاية كسرتيها أول يوم. يعني عم تحلم يصير عمرك 18 ليجيبوا لك هاي السياره وهني عم بصمدوا جيبوها ظهرتيها هلا من الشركه انت وجايه تطحبشت. اوكي شوفي قديش فيك تطلع من هالحاله تنشوف يلا. اوكي seems like everybody's got a price I wanna have a sleep at night When the sale comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your eyes and your heels so high that you can't even have a good time. Everybody look to their left. Everybody look to their right. Can you feel that? Yeah, we're paying with love too. خلاص ما بقى رح يعطوكي شركة واحدة جديدة. كفي كفي. حطوكي غيرة واحدة جديدة. Pay with love tonight. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the yeah, ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. Merci. Thank you. بالنسبة لمابيل اليوم اللفظ أكيد أحسن من قبل بس بعد بده شغل بس عم تلفظ أحسن عم تفتح تمها أحسن ولكن دايماً ما أخوذي بشو عم نعمل على المسرح أكتر من إنه لازم غني 100% صح ولازم نفسي يكون سوبر أنا عم بغني خصوصاً إنه هي دايماً عم تتحرك وعم ترقص سهول الشغلتين بدها تبلش تبديهن عن الرقص وعن الحركة اللي على المسرح لأنه إذا ما سبته رح يضل الأداء كمان هو منه ثابت ورح يضل النوتات يفلتوا منها وأكيد كان لازم تغني أكثر لأنه أنا بالنسبة إلي غنت كتير قليل هلأ يعني مابيل بنت استعراضية موهوبة كتير كتير مش شوي بيطلع منها كتير على المسرح بس بعدها صغيرة أنا ما بقدر أقول أكثر من هيك صوتها صغير وبده شغل كتير يعني بده سنتين ثلاثة تيبين مزبوط بس المسيطر على كل هالشي هو الاستعراض عن موهبة مميزة مش عاطي الإحساسها أبداً كان بالأول والتاني كان إحساس أول شيء هيك هالحزن يلي أنه راحت السيارة وبعدين في فرق أنه الحزن تبعها مش كأنه حزنانة مثلاً على إنسان مات لا على سيارة مبين انه هيدا انه وهي عم بتقول انه المصاري مش مهمه بس كتير مهمه اللي صاير معها كانت لذيذه انا حبيتها وهيدي البنت على صغره موهبه حضور رقص واو منا متعلمه هيدي لحالها كله اللي عم تعمله انا بشوف انه كمان بتنعطى فرصه ومهضومه يعني هيك ما فيك كمان ما تطلع فيها على طول هي موجودة بتطلع فيها على المسرح لأنه على صغرة على أسرة على كل شيء عندها هالة يعني عندها هالة مزبوط مابيل صوتها بيشبه صغير مثلها بس مفعولها كتير كبير يعني أنا ما بصدق بشوفها بالإيفال كأنه غير شخص بشوفه على البرايم بصراحة بالبرايمات مابيل بتعبي المسرح بالإيفال يمكن لأنه بعضهم الإيفالات محصورين بغنية وصوت بس برضو اليوم حسيتها أحسن من الإيفال الماضي لأنه انطلب منها شيء وهالشيء اللي انطلب منها عملته أنا بالنسبة لي كتير منيح لأنه هي بنت بتعرف بالاستعراض باكج برجع بقول باكج صوت وصورة ورأس ومنظر وكل شيء وإحساس كل عنصر لحاله ضعيف حطيهم كلهم مع بعضهم بيعملوا إمبلة هيدي البنت بدها دايلهم العناصر كلهم يشتغلوا سوا مع بعضهم كل الوقت
الصوت بده يقوى والرأس بده يقوى والمفعول بده يقوى والإحساس كله بده يكبر مع بعضه. فأنا لقلي مرور مش عاطل أبدا، يعني أحسن بكتير من غير أشخاص مرقوا. أنا بحب قدام وبال مرتاحة مع جسمها، يعني كتير هيك شغلة كتير مريحة أنه نشوفها عم تتحرك قدامنا، ما بنشوفها أوفر، بالعكس بس تتحرك بتريحنا وبتعطينا إفي أحلى من أنه إذا غنت بس. مشان هيك يمكن اليوم حسيتيها شوي كمان أحلى، لأنه عبرت بوجهها بتعابير وجهها بجسمها. لا شك أنه صوتها بده ينشغل عليه أكتر تيصير بمستوى هالبرفورمانس أو الأشياء اللي بتعملهم تتعبر بجسمها. إن شاء الله مع الوقت نقدر نحن نفيدها قد ما بنقدر تهي توصل لمطرح حلو ويصير صوتها فعلا بمستوى حركتها، وهيك عن جد بيصير عنا شيء كتير